موصل البيع خذ الذكيه. الناس راح يفكروا هذول الشغلات فين كلهم فاضيات يا اخوان، والله ما فيني شيء. شوف على ايام الحكومه الماضيه كان في زجاجه. في زجاجه. هلا ما في زجاجه. انت لك تصريحات هيك دائما تزعل الناس، شو ليش؟ اكتشفت انه في احدى الجهات بدها رشوه عشان يسكت. تسكت عن شو؟ نائب دافع عن الحكومه. هي هالحكومات المتعاقبه. نعم. لو لاقي عليك قد هاي ترحمك. بدي اسالك عن مساحه الحريه الممنوحه للدراما. هم حابين ما يكونش عندنا ثقافه. تولاها سياسيون اصحاب فكر. اما انا لموضوع فلسطين مأمنه لك. انا استطيع ان اخذ اسرائيل اليوم الى المحكمه الجنائيه الدوليه. تنفيس ياتيكم في الاوقات التاليه على A1 TV.